أهلا بكم من جديد. في الملف الفلسطيني، أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 30,960 شهيدا و 72,524 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي. وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 82 شهيدا و 122 إصابة خلال 24 ساعة الماضية. هذا ولا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني والوصول إليهم.